وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، ماذا بعد أن دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومحيطها؟ الآن تدوي صفارات الإنذار في صفد ومحيطها وعشرات المواقع عند الحدود الشمالية الملاصقة مع جنوب لبنان، وكان قد سبقها صفارات الإنذار التي دوت أكثر من 194 مرة حسب موقع ولا الإسرائيلي وإذاعة جيش الاحتلال. قبل قليل في مداخلة سابقة كنا تحدثنا عن 182 موقعا، الآن نتحدث بعد الرصد الأخير من قبل إذاعة جيش الاحتلال ووسائل إعلام إسرائيلية، تم التأكيد بأن صفارات الإنذار كانت قد دوت 194 مرة في 194 موقع جراء إطلاق صاروخي من لبنان اتجاه تل أبيب ضواحيها وحتى مناطق ما تسمى غوشدان تل أبيب الكبرى، وأيضا في جنوب تل أبيب كانت قد دوت صفارات الإنذار وصولا إلى المناطق ما بين مركز البلاد كما يطلق عليها إسرائيليا وبين حيفا أو ما قبل حيفا في الحديث عن قيصاريا، وهي المنطقة والمدينة التي يقع فيها المنزل الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر واعترف بما كانت قد قالت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية، هو رد 3 صواريخ فلسطينية أرض كانت قد أطلقت من لبنان نحو تل أبيب. وسائل إعلام إسرائيلية تقول بأنه تم اعتراض صاروخين، فيما تم سقوط صاروخ ثالث في منطقة مفتوحة. لربما هنالك ضبابية، هنالك تعتيم كما اعتدنا من قبل وسائل إعلام إسرائيلية من قبل المنظومة الأمنية والعسكرية والبيانات الرسمية، وخاصة فيما يتعلق في ضرب عقر دار الحكومة الإسرائيلية. يبدو أن هنالك إصابات للأهداف المرجوة، ولذلك نحن في انتظار بيانات رسمية من جانب حزب الله، ولكن إسرائيليا يتم التعتيم على الإصابات على الأضرار. تقول الجبهة الداخلية الإسرائيلية وشرطة الاحتلال والإسعاف الإسرائيلي بأنه تم رصد فقط إصابة إسرائيلي واحد أثناء هروبه إلى الملجأ، وبهذا يكون قد دخل إلى الملاجئ ما يزيد على 2 مليون مستوطن إسرائيلي جراء صفارات الإنذار التي كانت قد دوت في تل أبيب ومحيطها. كذلك الحال نتحدث بأن منظومات الدفاع الجوية كانت قد أطلقت العشرات من الصواريخ الاعتراضية، وعندما نتحدث عن صاروخ باليستي أرض إذن نتحدث عن منظومة الدفاع التي يطلق عليها في اللغة العبرية حيت أي السهم وليست القبة الحديدية. بيان جيش الاحتلال الأولي كان فيه نوع من الضبابية حينما تحدث المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنه عدد من الصواريخ وبأنه تم إسقاط عدد وفيما وقعت أخرى دون تحديد أي أرقام، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية كانت أكثر دقة. نتحدث أن جراء صفارات الإنذار التي كانت قد دوت كان هنالك تعطيل في تل أبيب وتحديدا في مطار بن غوريون، كانت قد توقفت حركة الطائرات ذهابا وإيابا بسبب صفارات الإنذار التي كانت قد دوت في المكان. شرطة الاحتلال الإسرائيلي أيضا في بيان رسمي كانت قد تحدثت بأنها هي وخبراء المتفجرات والإسعاف يقومون بتمشيط المكان للتأكد من عدم وجود أي صدايا صاروخية، ويطالبون الجمهور ويقصدون بذلك المستوطنين والإسرائيليين بعدم الاقتراب من أي صدايا صاروخية أو حتى المساس بها خوفا من حدوث انفجارات وتسجيل إصابات. كذلك الحال هنالك تعمل فرق الإنقاذ للتأكد من عدم وجود أي صدايا غير منفجرة بعد، وأيضا تطالب في ضرورة البقاء في الأماكن المحمية، وأيضا ضرورة البقاء بالقرب من المناطق التي تحتوي على ملاجئ. ماذا عن التحركات لبنيامين نتنياهو والحكومة، خاصة أنه كان من المتوقع أن يكون هناك اجتماع متعلق بما حدث بالأمس في قاعدة بنيامينة؟ بالفعل ربما قائد لواء جولاني قبل قليل كان له تصريح من داخل هذه القاعدة يعزي فيها الجنود ويقويهم ويقول بأنهم دفعوا العديد من الأثمان، ولكن المهمة الأساسية حسب تعبيره وكما جاء على لسانه هو حماية إسرائيل ومواطنيها. هذه التصريحات تماهت مع التعقيبات الرسمية على حادثة تفجير بنيامينة في وادي عارة في هذه القاعدة العسكرية التابعة للواء جولاني، حينما كان رئيس الأركان يتواجد في ذات المكان، وكذلك الحال وزير الأمن الدفاع، والذين هددوا في استمرار الضربات القوية
لحزب الله، ولربما مثال ما حدث اليوم صفارات الإنذار التي كانت قد دوت في تل أبيب جيش الاحتلال في بيان مقتضب قال بأنه هاجم منصات إطلاق الصواريخ التي كانت قد أطلقت إلى تل أبيب. وفي العودة إلى السؤال، كان هنالك مشاورات أمنية ستعقد في تمام الساعة 8:30، لم يتم حتى اللحظة تغيير أو إلغاء لهذه المشاورات الأمنية، ولا حتى يوجد أي تعقيب على هذه الحادثة من المستوى السياسي رفيع المستوى، وأقصد في ذلك بنيامين نتنياهو. هذه المشاورات الأمنية هي ضمن جدولة أسبوعية لبنيامين نتنياهو، وخاصة يومي الأحد والاثنين في اجتماع مجلس الوزراء أو الحكومة الإسرائيلية. تأتي هذه المشاورات أيضا لبحث تداعيات هذا الهجوم الأخير الذي كان واستهدف قاعدة عسكرية، وكذلك لبحث تداعيات وشكليات وشكل وماهية الرد الإسرائيلي على الرد الإيراني، وخاصة مع انتهاء ما يسمى عيد الغفران الإسرائيلي، والتي كانت التحضيرات تشير بأن الضربة الإسرائيلية ستوجه إلى إيران ما أن ينتهي عيد الغفران. دنا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، شكرا لك.